أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس، وذلك لمناقشة قضية المهندسين مع ضيفنا محمد عيسي رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة. وتعتبر النقابة أن تطوير الهندسة الوطنية الغائب الأكبر عن حصيلة الحكومات السابقة رغم ضمها لوزراء مهندسين. وسنتطرق أيضا في الحلقة من البرنامج تحيين النصوص المنظمة لحمل لقب مهندس. اهلا وسهلا استاذ عيسي، مرحبا. شكرا بك. شكرا استاذ عبد الله على الاستضافه، وشكرا لموقع انفاس على الاستضافه، وان شاء الله نتناقشوا ونتحاوروا في هذا الموضوع اللي كيهم المهندسين بالدرجه الاولى. نعم. وكيهم حتى المواطنين، لان الهندسه راهي كتلعب دور اساسي في التنميه للبلاد. نعم استاذ عيسي، مرحبا بك مره اخرى. بدايه ونتعرفوا على ابرز المحطات المهنيه لدى الاستاذ عيسي. وي، انا مهندس خريج المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه فوج 1978، الفوج الخامس. المدرسه كانت بدات في 71، انا من الفوج الخامس. اشتغلت اساسا في الاداره العموميه في قطاع الهندسه، قطاع الهندسه المائيه، بناء السدود لمدة تقريبا 28 سنة. كنت نشيط على مستوى العمل الجمعوي، اشتغلت كعضو في المكتب الوطني للجمعية ديال المدرسة، خريج المدرسة الحسنية من 1983 حتى 2008. نعم. ومن بعد دونك التحقت بالنقابة الوطنية للمهندسين اللي تأسست في 2007، وأصبحت ابتداء من 2013 رئيس ديال النقابة الوطنية للمهندسين. وحاليا اشغل على المستوى المهني مسير لشركه صغرى تشتغل في ميدان هندسه المياه، فحال اللي كنت خدمنا في الاداره في الميدان ديال صيانه السدود. دونك هذا هو الابتداء. كنت درت المغادره الطوعيه في 2005 واسست هذه الشركه انا وواحد الصديق السي عبد الرحمن القنيدر. هذا بالنسبة للمحطات الأساسية في الحياة المهنية والجمعوية. بالنسبة للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، شنو هي الدوافع تأسيس هذه النقابة؟ دونك النقابة الوطنية للمهندسين هي منظمة نقابية مستقلة أسست في إطار الظاهرة ديال 1957، سميتو مفتوحة دونك لجميع المهندسين المغاربة. ومن الأهداف ديالها الأساسية طبعا هو الدفاع عن المصالح ديال الماديه والمعنويه والاجتماعيه للمهندس المغربي، المساهمه في هذه المسائل ديال التكوين ديال اكاديمي والتكوين المستمر بالنسبه للمهندسين اللي كيمارسوا المهن ديالهم في القطاع الحر وفي الاداره العموميه. دونك هذو من الاهداف الاساسيه، وكاين اهداف اخرى والمساهمه في خلق هيئه، كان غادي يجي سؤال. نعم. خاص بها. نعم. ولكن هذا لان احنا في البدايه في المؤتمر التاسيسي كان الشعار ديالو نقابه في افق، في افق تاسيس النقابه في افق تاسيس هيئه وطنيه للمهندسين المغاربه. نعم. نعم. وغادي ان شاء الله في المحور ديال الهيئه ونتناقشوا فيه. بالنسبه علاش اسسنا. نعم. سميتو النقابه في 2005 كان واحد الجمود، لان يمكننا نقولوا الحق الهندسي فيه مجموعه ديال كاين الجمعيات الوطنيه اللي الخريجين ديال المدارس الوطنيه، وكاين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه اللي هو هيئه جامعه على المستوى الوطني. نعم. وكاين دابا حاليا ابتداء من 2007 احنا اسسنا هذه النقابه. هذا الاتحاد الوطني للمهندسين مع الاسف الشديد ما حتى لا نقول زعما كان اخر مؤتمر كان دار قبل ما نأسسوا للنقابه كان في 94. وكان واحد الجمود، يعني ما كانش شي اما القضايا الهندسيه كانت مهمله من طرف لان هذه الهيئه الاساسيه اللي كانت كتهتم واللي كتدافع على مصالح المهندسين، كان اصابها جمود. المهندسين في 2005 كان جا واحد النص مرسوم وزاري اللي كان تيحدد الترقيه ديال سميتو ديال في الوظيفه العموميه بصفه عامه، ودار بعض الاستثناءات، وهذيك الاستثناءات شملت غير واحد اربعه ديال سميتو المهن: الاطباء، المفتشين الماليه، والقضاة، وواحد المفتشين خاصين ما بقيتش عقلت على السميه ديالهم بالضبط.
هذاك وقصة وكان لم يستثني المهندسين في ذاك الوقت. الإخوة المهندسين عن طريق الجمعيات تكتلنا ودرنا واحد سميتو درنا واحد المجهودات جبارة في ذاك الوقت، ودرنا واحد جمع عام حاشد في المدرسة المحمدية في 2005 5 ماي 2005. هذاك الجمع العام كان طالبوا اما يكون داكشي عام وما يكون تستثناء، ولا حنا نكون من بين المستثنين. علاش حنا اطر؟ واش الاطر الاخرى هي اكثر شأنا من المهندسين؟ وتم فعلا استطعنا فهذيك بهذيك الحشد وبلا تدخلات ومقابله الوزراء، ودرنا واحد الجلسه في البرلمان واستطعنا نوقفوا هذاك المشروع. يعني تم الاستثناء من بعد المهندسين بحال كباقي الاطر. وهذا كان هو الانطلاقه ولا الارهاصات الاولى تشكيل واحد النواه ديال في ذاك الوقت. حنا بكل صراحه كنا كنهدفوا نديروا هيئه، ولكن مع الاسف الشديد الهيئه كما هو معروف خصها قانون وخصها عمل يعني جبار. هي قلنا ناسسوا النقابه اللي غتشتغل على مساله الهيئه حتى نحققوا هذا المطلب للهيئه. ومن تماك جات الفكره ديال تاسيس النقابه، واسسناها فعلا في 17 شهر سميتو ابريل 2007 في المدرسه. كنا المؤتمر التاسيسي تقام في المدرسه ديال المعادن والصناعات المعدنيه في الرباط. والغريب انه اخر لحظه ديال المؤتمر في الصباح عاد علمونا قال لك القاعه ما يمكنش تستعملوا القاعه باش هذا اول اشكال تطرح لنا. نعم، منعوا علينا القاعه. الو كان عندنا الموافقه ديال المدير، عندنا الموافقه ديال السلطات كلها باش نديروا المؤتمر التاسيسي. نعم، واسست كنسموها حنا ولاده قيصريه. ولاده قيصريه اسس لها على واحد الصندوق ديال الخشب درنا في الساحه ديال المدرسه. راه عندنا الصوره ديال هذه يمكن نزودك بها ديك التصويره. درنا تاسيس ديال النقابه. كان المؤتمر حضروا تقريبا 800 مهندس ومهندسه، وانتخبنا بالاجماع اللجنه الاداريه وانطلقنا في العمل. نعم، على مستوى النصوص المنظمه لحمل لقب مهندس، هذا المطلب كان على راس المطالب ديال النقابه ديالكم اللي تحيينها. نعم، وهذا النص المنظم اللي منشور بموقع الامانه للحكومه طالبتم بالتحيين ديالو. علاش نظرك سريعتي؟ هذاك النص عجيب. هذاك النص من الحقبه الاستعماريه في المغرب. النص ديال 11 يونيو 1949. وهذاك النص كان، وهذاك راه له نوايو في الحقيقه ديال الهيئه. ومع الاسف راه قبيله هضرنا في الموضوع كغير بيناتنا على مساله الهيئه. هذاك النص في الحقيقه راه هو حقيقه راه تم الغاؤه عمليا. هو النص مازال قائم، يمكن تعمل به في البداية الاستقلال، وكاين واحد السجل ديال واحد المجموعة المهندسين الأوائل في المغرب، وهذاك المهندسين اللي حملوا اللقب. هذاك السجل ديك المهندسين اللي فيه كل أعتقد أغلبية الساحقة ديالهم غادي تكون توفت، ولا إلههم راهم في زعما في زعما في عمر متقدم. ومن بعد جاوا القوانين الأخرى اللي ولا سيما القانون اللي كاين في الوظيفه العموميه والقوانين الاخرى اللي كتاثر العمل ديال المهندسين. وهذاك مع الاسف بقى باقي لحد الان. الا دخلتي الموقع كاين هذا، ما تمش التحيين ديالو رغم لم يتم التحيين ديالو، رغم ان مجموعه من الحكومات المتعاقبه كانوا تضم وزراء مهندسين. وزراء مهندسين مع الاسف لا، واش لم ينتبهوا؟ واش بكل صراحه هذاك الموضوع بيسك دابا ما بقاش زعما معبول به. ويمكن فاش غنتكلموا على الهيئه غادي نجبد لك، راه درنا غادي نهضر لك على هذه المساله الامانه العامه للحكومه اللي عندها هذا النص واللي تجاهلت المساله تكوين الهيئه اللي هي في الحقيقه هذاك ستة انويو. الا بغينا نهضروا زعما بالصراحه هذاك كان انويو ديال الهيئه. لو كان الامانه العامه للحكومه بقات كتعامل بديك النص من البدايه كون حنا وصلنا للهيئه مؤكد. ولكن مع الاسف هذيك الغية عمليا، وجاءوا قوانين اخرى اللي اثرت العمل المهندسين، ولكن هو بقى حاضر وهو ظاهر. دابا الاشكاليه القوانين اللي جات من بعد كلها ما كترقاش هذاك الظاهر. زعما
بحال اللي قال السير رضوان في واحد السير رضوان استو اللي عنده واحد الموقع ديال ماروكا انجينيوري نعم. قال من هذاك زعما المفروض انه هاد المهندسين اللي كيشتغلوا دابا الى جينا الناحيه القانونيه رحنا خارج الهندسه لانه باش يمكن تحمل التيتر خصك تكون في هذيك الظاهر. ولكن نظرا ان هذاك الظاهر ما بقاش معقول به وكاين نصوص اخرى ولكن هذاك باقي يعني لم يتم الاغاء ديالو ولا تم التشطيب زعما الحذف ديالو من هذا اشكال كبير زعما ولكن على اي حال عمليا ما هذاك النص غير معمول به. نعم اذا مع الحكومه الحاليه مع حكومه عز اخنوش شنو هي المطالب ديال النقابه الوطنيه للمهندسين المغاربه؟ حقيقه احنا كل حكومه كيكون عندها انتظارات. نعم الحكومات السابقه وهذه الحكومه احنا في النقابه في 2007 اشتغلنا على واحد الملف مطلبي وكل صراحه هذاك الملف احنا كان بعدك على الاقل الاخوان اللي في النقابه واللي كيشرطوا واللي كيشتغلوا معنا باقي عنده رهينيه وباقي المطالب الاساسيه ديك الملف المطلبي يمكن زعما اي حكومه غادي تكون غادي نطالبوها بها. وعلى راس هذه المطالب هذيك الملف المطلبي في خمسه المحاور كاين المساله ديال ديما كنطالبوا بتحسين الوضعيه ديال المهندسين في القطاع العام لان كاين واحد سميتو واحد المرسوم ديال تنظيم او النظام الاساسي ديال المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركه بين الوزارات. دونك هذاك حنا عندنا مطالب فيه فاش درناها في 2008 هذيك المطالب لم تتحقق كلها تحققت في 2011 بصفه زعما واحد شنقول لك واحد النسبه ولكن امور مهمه لم تتحقق. وحاليا اشتغلنا على التحيين ديال هذاك هذا النظام الاساسي ديال المهندسين في القطاع العام. بالنسبه لنا المهندسين في القطاع العام نقطه اساسيه وحنا دونك بالنسبه لهذه الحكومه بغينا تكون واحد الالتفاته لان 11 عام من 2011 لم يتم تحسين الوضعيه ديال المهندسين بصفه نهائيه. وهي ابارامون الوضعيه ديال اغلبيه الموظفين ولا الاغلبيه في القطاع العام لم يتم التحسين ديالها الا بعض الزيادات الطفيفه الى مؤخرا في الحكومه ديال اخيرا. كاين عندنا اسمح لي كاين هذيك ندوزها كاين عندنا محور اخر ديال الهيئه هذا يمكن غادي نخلط نضرب فيه. درنا احنا واحد المقترح للحكومه في ذاك الوقت انها تعين واحد مخاطب حكومي باش يتناقش مع النقابه ومع الفاعلين ديال اللي كيشتغلوا في الميدان الهندسي الامكانيات خلق هذه الهيئه. هذا من هذاك المقترح ديالنا في هذيك في المذكره المطلبيه. وكان عندنا 10000 مهندس كنا بدينا الراي ديالنا فيه لان 10000 مهندس يمكن كاينه نقطه هي غنتناقشوا فيها. نعم اعتقد دونك كان عندنا الراي الاساسي ما احنا ما اعترضناش على مبدئيا على زياده في تكوين المهندس ولكن طالبنا بان هذا التكوين خصو يوازيه ولا يواكبه معد زعما الاساتذه استثمار المواد البشريه والماديه المعدات الى اخره المختبرات. واساسا من حسن ماشي من حسن سوء الصدف انه هذاك المبادره ديال 2006 كانت جات يلاه قبل منا موراها قبل من كانت المغادره الطوعيه. والمغادره الطوعيه مع الاسف افرغت كان واحد النزيف ديال الموارد البشريه الكفاءه واللي قديمه واللي عندها تجربه هما اللي غادروا الاداره ومنا ما حنا استفدنا في الحقيقه من هذيك المغادره الطوعيه وخلقنا شركات دراسات. نعم اذا احنا طالبنا الا تكون مواكبه لان المغرب فعلا كان عند مهندسين قلال وغادي يمكن لنا نجبنا النقطه بالتفصيل. كاين عندنا محور اخر ديال مهندسين في القطاع الخاص وهذا مهم جدا. حنا طالبنا الحكومه باش يكون عندنا واحد اتفاقيه ثلاثيه بين الدوله الممثله في الحكومه وهذا مقاولات هذا اتحاد المقاولات اتحاد مقاولات المغرب والنقابه ولكن زعما جمعيات زعما منظمات هندسيه اخرى يكون اتفاقيه ثلاثيه كنحدوا فيها على الاقل السقف الادنى بالنسبه لتشغيل المهندسين من ناحيه الاجر من ناحيه ديال الضمان الاجتماعي من ناحيه الحوافز الى اخره واحد لي مينيما سميناهم لي مينيما نحدوهم باش لان حاليا فعلا المهندسين كيتشغلوا بواحد شنو نقول لك اثمنه بخصه
بعض بعض المؤسسات كاينش مجهور تحفيزيه للمهندسين ماشي تحفيزيه ما كاينش حتى الاجر الاساسي الاساسي نعم كاين نقدر نقول لك بان كاين مهندسين كيشتغلوا 3000 4000 درهم في الشهر الركوف في الوظيفه العموميه كيبداو ب 8500 درهم نعم دونك في القطاع الخاص كنهضر نعم يعني احنا قلنا هذه الاتفاقيه على الاقل تحدد الادنى باش يمكن له انسان يخدم مهندس نعم نعم وهذه مهمه بالنسبه للقطاع الخاص وغنحلوا هذه الاشكاليه لان المهندس في القطاع الخاص فعلا يعني كاينه فوضى في القطاع الخاص على مستوى الاجور مستوى الاجور مستوى ديال الظروف ديال التشغيل مستوى جميع المستويات في الحقيقه في طبعا كاين المؤسسات اللي هي منظمه الى اخره ولكن كاين مجموعه من المؤسسات اللي نعم وكاين عندنا واحد النقطه الاخيره عندنا واحد الاساتذه هما مهندسين كيشتغلوا في التعليم العالي في مجموعه ديال في الجامعات في مجموعه ديال القطاعات لو ستاتيو ديالهم عندهم نفس لو ستاتيو ديال لي زانجينيور وهو بالنسبه ليهم زعما باش كيخدموا في التعليم العالي ما كيستافدوش من هذاك طلبنا باش يدار واحد لو ستاتيو خاص بهاد المهندسين سميناه مهندس باحث مهندس باحث يعني غادي بحال الاستاذ الاساتذه الباحثين اللي هما في الجامعه ويستافد حتى هو يترقى ويقدر ياخذ دكتوراه ويكون استاذ جامعي ولكن في واحد في الاطار ديالو هادو هما خمسه المحاور اللي كان عندنا هو اللي كان حنا مع الحكومه ديال سميتو كان زعما هادو هما المسائل الاساسيه اللي كان زدنا على واحد النقطه هذه كان بالنسبه للمذكر المطلبيه المذكر المطلبيه ديال النقابه ولكن كاين عندنا زعما طورنا امور عندنا بعض انتظارات اخرى انتظارات اخرى يعني كتفكروا في يعني تبرمجوا لقاء مع رئاسه الحكومه ضروري طبعا نعم. حنا غادي نطالبوا باش واش غيستقبلونا واش غي هذا نعم. نعم. كاين الحكومات اللي ما استقبلوناش نعم. كاين بعض الحكومات اللي استقبلونا على حسب نعم الا استقبلونا اكيد غادي نطالبوا الحكومه باش تستقبلنا ونعرضوا عليها المطالب ديالنا نعم. وكيفاش نشتغلوا عندنا واحد النقطه مهمه وكنا سميتو تناقشنا فيها مع الحكومة السابقة مع وزير التجهيز كان في ذلك الوقت السير رباح على خلق مرصد هنا عندنا إشكال في حق باش هضرنا قبيلة على الأعداد المهندسين كان إشكال كبير ما كاين حتى شي جهة اللي يمكن لها تقول لك شحال المهندسين في المغرب ولا حنا ما كاينش مؤسسة إحصائية خاصة بشحال العدد المهندسين ما كاينش كتلقى ديك الشيء مثلا أنا قبل ما نجي هنا مشيت كنشوف زعما في المواقع كتلقى بعض الاحصائيات ديال وزاره التعليم نعم عندها بعض الاحصائيات كاين بحال دابا هذاك الاحصائيات اللي كديرهم السي اش بي الاس بي البدو بي سي تي ما كديرش المهندسين والعدد ديالهم الى اخره كدير غير اذا هذا نداء للاس بي باش دير احصاء خاص بالمهندسين اللي كيشتغلوا حنا هذا المرصد الاساس ديالنا بغينا نديروه باش العدد المهندسين واللي كيشتغلوا واللي صالير شنو هما زعما واحد المجموعه ديال المعطيات اللي تساعد الدوله في سميتو في التدبير وفي باش دير واحد استراتيجيه كيفاش شحال تكون الى اخره حتى بالنسبه لسوق الشغل الى اخره هذا المرصد الدور ديالو يكون اساسي باش يعطي المعطيات سميتو تساعد البرنامج ديال 10000 مهندس يعني واش حقق يتبعوا واش حقق هذا النتيجه ديالو وشحال حاليا عدد المهندسين في المغرب وهذا واش كاين خاصات مجموعه الاسئله مطروحه صحيح هذا المرصد حنا طلبناه والسي هذا السي رباح كان متفق معنا عليه وعجبته الفكره بزاف وكنرصد ولكن مع الاسف ما تبدل هو من بعد وما تمكناش نوصلوا لهذه النتيجه وكان عندنا معه واحد المشروع اخر في الدراسه ديال الهيئه لأن لاحظنا من خلال المناقشة مع الوزراء كان عندنا إشكال تعتبروا الهيئة غادي بحال الهيئة ديال بعض المهن تيوليو دي كلوب فيرمي صافي دير بحال دابا وقع إشكالات بحال دابا المهندسين المعماريين إلى مؤخرا كان إشكال معاهم في الحكومة السابقة كانوا تيعتبروا مدرسة واحدة هي اللي كتخرج في المغرب وما بغاوش يعترفوا مدارس اخرى وكان في هذا الوقت كان وقع اشكال علاش في لحد الان يعني المهندسون لا يتوفرون لحد الان على هيئه تمثلهم على غرار المهن الحره كما ذكرتي الاطباء المحامون الصيادين نعم علاش لحد الان ما نعم هاد المساله الهيئه بكل صراحه احنا هاد الهيئه هذا مطلب خصو يكون مجتمعي ماشي مطلب ديال المهندسين لان الهيئه عندها دور اساسي الدور الاساسي داير في الهيئه ديال
جوج الهيئات في العالم اللي مشهورين بزاف، كاينه الهيئه في الوطن العربي ديال الاردن، وكاينه هيئه في كندا. والهدف الاساسي الاول بالنسبه لسيرتو في كندا هو حمايه المواطنين من هما دابا عندهم جميع المهن منظمه، ولكن الدور الاساسي علاش هما منظمين؟ باش يحميوا المواطنين واللي سوا وسيله نعم لانجاز مشاريع المواطنين في الاداره العموميه ولا المواطنين الى دونك. هاد المساله علاش هما داروا هاد الهيئه؟ باش يحميوا المواطنين، لان انت فاش كتمشي باش تطلب مثلا خدمه مع المهندس خصك تاكد بانه راه مهندس، والا كان الهيئه هي اللي كتشرف اولا باش تعطي الترخيص يمارس الهندسه راه كاين شروط، وهذيك الشروط خصهم يتوفروا في المهندس. كاين بعض الهيئات بحال دابا ديال في الوطن العربي الاردن، مهندس كدير معاه واحد سميتو واحد لونتروتيا مقابله باش تشوف الخصص اللي عنده ودير له التكوينات وحتى يولي مكون ويدير المباراه ديالو عادي يمكن له ويدير عامين ديال سميتو التدريب عاد يتعطاه باش يمارس. كاين النقطه الثانيه واللي هي اساسيه بالنسبه للمواطن نفس الشيء، هو انه المشاريع بحال دابا الاردن جميع المشاريع الهندسيه كدوز عن طريق الهيئه كتاخذ الفيزا الترخيص الترخيص عند الهيئه. الو شنو كدير الهيئه في هذيك المشاريع؟ انت مهندس كدير مشروع مثلا مواطن او اداره عموميه او مقاوله او هذيك المشروع كتحيلو على النقابه، والنقابه كتحيلو على لجنه خاصه فيها الاختصاصيين في المهندس وكيعاودوا يشوفوه ويكون حوار مع المهندس حتى كيلقاو الحل الامثل باش يكون هذاك المشروع في المستوى، ما يكونش مشروع غير مشروع زعما يعني المهندس دار فيه المجهود ديالو، وكاين مهندسين الخبراء واللي هما كيديروا حتى هما المجهود وكيكون والمشروع كيخرج كامل ولو كامل كاين حتى شي حاجه كامله في الدنيا، ولكن على اي حال يعني كيشوفوه جوج الاطراف على الاقل، وعاد طبعا المول المشروع سواء اداره عموميه ولا الى اخره. دونك هذا دونك هادو ضمانات اساسا ضمانات للمواطنين للبلاد، ولهذا خاصة هذه الهيئة المفروض الدولة خاصها تعمل باش تصوب هذه الهيئة. المهندسين فعلا هما يطالبون ويلحون صفري، نقول واحد الحقيقة حتى الحدود المؤتمر ديال الاتحاد الوطني للمهندسين 94 ما كانش كيطالب بالهيئة، ابتداء من 94 طالب هو طالبنا. انا كنت في اللجنة الإدارية ديال الاتحاد الوطني للمهندسين ابتداء من 94 حتى المؤتمر الأخير في 2008 وطالبنا باش تكون هيئة، ومن بعد النقابة تبنتها كما كيقولوا كور اي ام النقابة اصلا حنا ما كرهناش نبداو بالهيئة. دونك كلها ما طلبت المهندسين المطلب على هاد الاسس اللي ذكرت، ويعني وكاين مهن كما معروف كاين واحد المهن المغربية المهم الأساسية راه كاين حتى على مستوى المهندسين المعماريين عندهم هيئة المهندسين الطوبوغرافيين عندهم هيئة، يعني المهندسين ديال الهندسة المدنية الكهربائية الميكانيكية والإعلام المعلوميات إلى آخره هادو اللي ما كاينش الهيئة. غادي ماشي اون انيكتود مي هادي سون رياليتي. حنا في 2009 شكلنا واحد بالنسبة للهيئة شكلنا واحد الائتلاف مشكل من النقابة ومن الجمعيات الهندسية الوطنية للمدارس الوطنية الحسنية المحمدية كاع المدارس الأساسية اللي كتكون المهندسين، واشتغلنا بدينا كنوجدوا واحد القانون الأساسي وكتبنا الحكومة في ذاك الوقت في 2009. واش كان الجواب؟ شكون جاوبنا؟ هذيك الحكومة رئيس الحكومة أحال الطلب ديالنا الأمانة العامة من الحكومة، والأمانة العامة جاوبتنا. شنو قالت لنا؟ قالت لنا ودي راه ما يمكنش المهندسين عندكم التخصصات بزاف وما يمكنش تكون هيئة واحدة. نعم ووقف تماك رئيس الحكومة طبعا جاوبنا بهذا رئيس الوزراء في ذاك الوقت جاوبنا بهذه المسألة وقفت الحركة، لأن طبعا مابقاش عندك المخاطب، لأن كتعرف الهيئة راه هي خاصها تصدر بقانون، والقانون خصو اللي يتبنى سواء الحكومة اللي تبنى الملف ولا واحد الكتلة برلمانية ولا فريق برلماني يكون عنده الأغلبية باش يمكن له يدوز المشروع. نعم إذا تقريبا حنا الغريب هاد الأمانة العامة هاد الحكومة في 2015 كنا تلقينا مع قبيلة، راه كنت بديت في الحديث مع وزير التجهيز السي ربح،
وسي رباح شنو اتفق معنا ندير تخوف على داك الشيء ديال التخوف ليتيود دو فيزابيليتي ديال والوزاره كانت غتمولها وحنا غنواكبوا مع الوزاره باش يدار هذيك الدراسه. وقبل ما يدير الدراسه كاتب رئيس الحكومه كاتبو تقول له فوالا رانا استقبلت النقابه الفلانيه واتفقنا غندير شنو. رئيس الحكومه احل داكشي للامانه العامه وجاوبونا بنفس الجواب 2015 يعني 2009 جاوبونا بهذا الجواب 2015 نفس الجواب امانه العامه الحكومه كتقول لك المهندسين راهما يعني قبائل كبيره ومشتته والى اخره ما يعني. ما يمكنش يدار لهم هيئه الوغ كو الدول كلها فيها الدول يعني. بحال تونس تمام. هي جارتنا ملي تكرتي الهيئه في 2000 عندهم العماده كيسموها العماده 1982 داروا الهيئه كما ذكرتي سي عيسي نعم. تونس ولا دول اخرى الى قارنا المغرب مع دول اخرى شحال عدد المهندسين تقريبا في المغرب؟ احنا مع الاسف دابا حاليا انا زعما كل صراحه عدد المهندسين كما قلت في قضيه المرصاد الى اخره ما يمكنش نضبطوا الرقم في 2005 واش نجح ديال 10000 مهندس انا في 2005 الإحصائيات اللي كانت في ذاك الوقت زعما متوفرة وماشي دقيقة غير كانت يهضروا بين 25000 و 30000 وقيل كاين الأرقام هادو كاين أرقام بأنه في 2011 وصلنا لهذا 10000 مهندس إلا بقينا بهذا الوتيرة حتى 2021 غادي نكون كولنا تقريبا 100000 وزيد عليهم ذاك بيان سور كاين اللي مشاو التقاعد ولا توفوا الى اخره هذا الرقم مرتفع رقم ضئيل ومتوسط ولا بين 100000 120000 نعم. الو الرقم مثلا بحال نعطي بعض الامثله عندي هنا في 2000 اسمح لي ها هما عندي هنا كنت خديت بعد مثلا في عندي واحد الرقم 2006 كان المغرب كيتوفر على 8.6 مهندس بالنسبة لنا 10000 مواطن 10000 مواطن تما 8.6 مثلا الأردن كانت في ذلك الوقت عندها 40 مهندس ل 10000 السويد 380 مهندس ل 10000 تونس 8.9 فرنسا 64 الجابون 540 يعني الفرق يعني كبير فرق كبير يعني خاصة دابا إلا سي اون اكسترابول إلا بغينا نديرو دابا غادي نكونوا حنا بين 30 40 مهندس نكون 10000 مهندس بهذه المبادره اللي دار ديال 10000 مهندس راه طلعنا لو طو دو انكادرومون ديال في المجتمع ديال المهندسين اونتر غادي نكونوا بين 30 40 الا درنا الحساب راه هو حساب غير لا ريغل دو 3 ويبان لك بانه لان انا حسبت على 40 مليون الا درتيها 100000 كتطلع المهم كنكونوا دابا فحال تقريبا فحال لو طو دو انكادرومون ديال لا جورداني سينو موا لان الاردن ديك الوقت كان عنده 120000 مهندس. قبل المؤتمر المقبل ديال النقابه الوطنيه للمهندسين المغاربه شنو هي سي الاستعدادات الحاليه للمؤتمر؟ مرحبا حنا اولا نستغل هذه الفرصه باش ما نطلب من المهندسين والمهندسات اعضاء النقابه والمهندسات بصفه عامه باش تكون واحد التعبئه شامله يتعبئوا زعما باش ننجحوا هذا المؤتمر لان بكل صراحه بغينا ما واحد الجيل ديال الشباب حتى هو يساهم في العمل ديال النقابه والعمل الهندسي بصفه عامه حتى هو يكون عنده دور في هاد الاوراش اللي هضرنا عليها وداك الشيء ويشتغل فيها. دونك حنا حاليا كان عندنا مبدئيا مؤتمر زعما كنا باغيين نديرو في 2017 وجات الظروف عاود جات الظروف كورونا الى اخره وتاجل المؤتمر الى دابا حاليا حنا اون فيز 2022 باش نديروا المؤتمر ديالنا والاستعداد بدينا استعدادات على مستوى المكتب اللجنه الاداريه وحاليا غادي نعقدوا في هذا الشهر 25 دجنبير المجلس الوطني. هذا المجلس الوطني ديال النقابه كيضم كنديروا عن بعد عن بعد عن بعد غادي نديروا اجتماعات دابا حاليا كنجتمعوا كل الاجتماعات ديالنا كنديروا عن بعد وهذا الاجتماع هو غيكون عن بعد. هذا الاجتماع هذا المجلس الوطني كيضم رؤساء ديال الجمعيات الهندسيه ديال المدارس الوطنيه وكيضم اعضاء اللجنه الاداريه للنقابه 41 عضو وعندنا 9 ديال الفروع جهويه تقريبا في المدن الكبرى كلها عندنا فروع
وعندنا 8 ديال القطاعات، قطاعات في زعما في الوزارات وبعض سميتو المؤسسات اللي كتشغل اكبر عدد من المهندسين. نعم. دونك هذا المجلس الوطني هو اللي كيفرز اللجنه التحضيريه. دونك اللجنه التحضيريه هي اللي كتبدا عمليا تحضير المؤتمر. دونك غندخلوا ابتداء من 25 جانفي ان شاء الله غادي نديروا هذا الاجتماع في المجلس الوطني ونفرزوا اللجنه التحضيريه ونبداو في تحضير المؤتمر على حسب 2023. ونتمنوا على الله تكون هاد كورونا مشات ولا على الاقل الوضعيه تستمر. نتمنى وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. شكرا جزيلا استاذ عيسى على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونرحب لكم موعد جديد.